عاد عمرو بن أمية بعد أن قتل الرجلين من بني عامر دون أن يعلم أن بين بني عامر ورسول الله عهدا. وهنا تتجلى عظمة رسول الله من جديد، فرغم الألم والحزن لمقتل شهداء المسلمين على يد بني عامر، إلا أن الرسول حزن لما فعله عمرو بن أمية، وأخذ يعد العدة لدفع دية هذين الرجلين. معذرة يا رسول الله، فلم أعلم بالعهد الذي بينك وبين بني عامر، لقد كنت أثأر لمقتل شهداء المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين، ولا بد من دفع ديتهما حتى لو قاتلونا وغدروا بنا. يا رسول الله، إن بني عامر نقضوا العهد وقتلوا 70 من الأنصار العزل من السلاح، وما فعله عمرو بن أمية كان ثأرا لمقتل هؤلاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لبني عامر عهدا معي لا أنقضه أبدا، ولا بد من دية لهذين الرجلين. وعرض صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى بني النضير لمساعدته في دفع دية الرجلين، فهم على عهد مع بني عامر. يا رسول الله، إن يهود بني النضير لا عهد ولا ميثاق لهم، ولن يجيبوك إلى ما تطلب. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر الخروج إلى بني النضير للاستعانة بهم في دفع دية الرجلين.